أخيرا الجزائر حتى هي نظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا تنديدا بالعدوان اللي تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى وإن كان العدوان انتهى عنده أيامات بوساطة مصرية، وهكذا مصر أكدت وحبت تبين باللي بيع مع إسرائيل هو في فائدة الشعب الفلسطيني، لأنها قدرت تدخل وتوسط وقفة العدوان الإسرائيلي. الوقفة هذه على كل حال تم تنظيمها من طرف المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة. المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة هي اللي نظمت هذه الوقفة. وين نظمتها؟ اسمحوا لي يا جماعة، ما نقدرش ما نضحكش. أول مرة في التاريخ نسمع بوقفة احتجاجية داخل المبنى. داخل المبنى. في الاحتجاجية راهي برا. في الشارع. وقفات اللي ما في الشارع. جابوا شفنا وقفة داخل المبنى في سارة في قاعة. تجي تدخل دير تقول ندير وقفة احتجاجية. واش من قاعة ثاني؟ واش من قاعة؟ في مبنى سفارة فلسطين في الجزائر. شنو درك هذا؟ واش هذا السينما هذه؟ واش هذه المهزلة هذه؟ تاهي في المغرب خرجوا وندوا بسياسة الملك، ندوا بسياسة الملك، ندوا بالتطبيع وقالوا التطبيع هذا خيانة وكذا، وخرجوا للشارع ولا واحد داهم الحبس. قلنا باللي كان قمع في المغرب، المخزن يقمع، وما قمعهمش. تصير خلت الاحتجاجية ماشي باش يندوا بسياسة العصابة الحاكمة، يعني سياسة تجاه القضية الفلسطينية، لا راهم مع العصابة، يعني يندوا ب العدوان الإسرائيلي وتضارب مع فلسطين. علاش تروح حتى سفارة فلسطين وتدير الوقفة داخل مبنى السفارة في إحدى قاعات مبنى السفارة، يعني من 2.5 كيلومتر مربع صغير قاعة داخل سفارة فلسطين باش تدير وقفة احتجاجية؟ خدتش نديرها في الشارع؟ ساحة الشهداء، البلد المركزي، ساحة الماي، ما نقول لكم تروح ديرها قدام سفارة الملكة الإنجليز ولا قبل أو يأيتوا، لا، سيدي قدام السفارة الفلسطينية في دير إبراهيم. يعني سينما ولا خليل؟ ما زلنا مع المهازل وما زلنا مع بهدايل. ما زلنا شوفوا دابور، شوفوا شكون اللي شارك في هاد الوقفة. شوف هذه تسموها وقفة احتجاجية. ناس واقفين مربعين يديهم تصوروا على وقفة احتجاجية. يعني هكذا ندير وقفة احتجاج ما كان حتى يعني فيديو ولا باش نسمعوا الشعارات التي تم ترديدها. المهم بارك الله فيكم، درت وقفة احتجاجية حتى بعد ما فات الوقت، ولكن درت وقفة احتجاجية وداخل قاعة وفي سفارة فلسطين. بارك الله فيكم، هذا لا يسجل عليكم أن في الجزائر ما داروش وقفة شعبية احتجازية. ياك صحيت وبارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.